تسديدة من عدادي جميلة وممتازة والهدف جميلة وممتازة والهدف جميلة وممتازة والهدف ما أروع هذا الهدف ما أجمل هذا الهدف من عدادي الذي أصلح عداده وسدد من بعيد بكرة باغتت الكل هنا على مدرجات ملعب الإمام إلياس عدادي اختار الوقت والزمان المناسبين ثم سدد بتسديدة قوية فأسعد الأنصار ما أجمل هذا الهدف ما أروع هذا الهدف تمدد لها سفيان خضيرية لكنه لم يصلها فسكنت شباكه في حدود الدقيقة 82 هدف رائع من جانب أولمبيندي الذي يستحق التقدير